السلام عليكم. لا أرضى أن يسفك من أجلي دم دجاجة وهذه استقالتي. هذا كان رد الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني عندما أجبر على ترك السلطة في 74. تصادف اليوم الذكرى 19 لوفاة هذا الرئيس والمناضل الوطني الذي ترك بصمة واضحة في صفحات تاريخ الحركة الوطنية في اليمن. كان الرئيس الراحل من أوائل شباب الحركة الوطنية التي تشكلت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. شارك معها في ثورة الدستور 48 وحبس على إثرها في سجن حجة 6 سنوات. في ثورة 26 سبتمبر كان الإرياني في طليعة الثوار وكان يسمى بعدها حكيم الجمهورية. وعلى إثر التفاهمات بين تيارات الجمهورية في عام 67 تولى القاضي عبد الرحمن الإرياني رئاسة الجمهورية في فترة تعد أصعب فترة واجهتها الجمهورية بعد محاولات وأدها من قبل الملكيين العائدين المدعومين من دول إقليمية. كان مما تميز به القاضي الإرياني ارتباطه بالأدب والشعر والفكر السياسي الحديث وإلمامه بالعلوم الشرعية وأمور القضاء. وقد كان هو وطليعة الأوائل من المتأثرين بحركة التنوير التي قادها الشيخ محمد عبده ورشيد رضا والكواكبي وغيرهم في أوائل القرن. شكل الرجل رفقة الزبيري والنعمان مرجعية سياسية وأدبية وفكرية للحركة الوطنية، وتركوا فراغا كبيرا بعد رحيلهم يصعب أن يعوض. أعزائنا المشاهدين، عن الفقيد القاضي عبد الرحمن الإرياني في ذكرى وفاته وعن أبرز محطاته وإنجازاته الثورية وأهم ما وجه له من نقد في فترة رئاسته سيكون مساؤنا اليمني لهذا اليوم مع ضيفنا مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء معن الدماج عبر سكايب من تونس، كما سينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ معن. نبدأ الحلقة بمشاهدة هذا التقرير. أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني. في صباحات مارس الحزين وصل جثمان الرئيس الراحل عبد الرحمن الإرياني إلى صنعاء ملفوفا بعلم الجمهورية التي وهب حياته من أجل تحقيقها، ومعه الجمهوريون الأحرار من كل أنحاء اليمن، لتشهد صنعاء الجمهورية مراسم تشييع رسمية وشعبية لإحدى أهم الشخصيات التي أسهمت في صناعة تاريخ اليمن الحديث. 14 من مارس من العام 1998 كان هو اليوم الذي لفظ القاضي عبد الرحمن الإرياني أنفاسه الأخيرة ليغادر الحياة تحت سماء غير يمنية وفي أرض غير يمنية، وهو الذي دفع من أجل اليمن أرضا وإنسانا وهوية أهم سنوات العمر معلما وقاضيا وثائرا ومختطفا محكوما عليه بالإعدام في سجون الإمامة. نشأ القاضي في أسرة علمية وسط اليمن في منطقة إريان التابعة لمديرية القفر في محافظة إب، ليجد ذاته الشابة في مواجهة مع المشروع الإمامي الذي كان يراه ظلاما يقف في طريق الأنوار اليمنية ومسلك العلم والحرية. التحق بالعمل الوطني الثوري ضد الحكم الإمامي الملكي في أول سنوات شبابه، وشارك في مراحل النضال الوطني كصانع سياسة وفكر وثائر مناضل. أمضى 3 سنوات من عمره في ظلام السجن الإمامي، تولى مناصب قيادية عديدة في العهد الثوري، ثم أصبح في نوفمبر من العام 1967 ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية الشطر الشمالي بعد الرئيس المشير عبد الله السلال. انتخب في عهده أول مجلس شورى، وصيغ أول دستور يمني حديث، وأسهم في توسيع نواة الجيش الجمهوري لتحقيق ثاني أهداف ثورة سبتمبر المتمثل ببناء جيش وطني قوي لحماية الثورة ومكاسبها، كما بدأ في عهده التفاوض بشأن تحقيق الوحدة اليمنية وأسسها من خلال اتفاقيتي القاهرة وطرابلس بين شاطري اليمن الجنوبي والشمالي آنذاك، كتمهيد للوحدة الوطنية وهدف لثورتي سبتمبر وأكتوبر والحركة الوطنية بشكل عام. أنا إني متوع على الضيم زمانا وأذاقني لهيبا وهوانا. استمر القاضي الإرياني رئيسا للبلاد حتى استقال في 13 من يونيو حزيران 1974 عقب ما عرف بحركة التصحيح الذي تزعمها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. غادر السلطة متوجها إلى سوريا، ومخلدا مغادرته السلطة بعبارته الشهيرة: لا أريد أن يسفك دم دجاج بسبب بقائي في السلطة.
ليقدم رسالة مفادها أن الرئاسة وظيفة لا ملكا خالصا بالرئيس وأسرته. يا أيها التاريخ. إذن مشاهدينا الكرام، نتحدث عن وفاة أول رئيس مدني الجمهورية في ذكراها 19. بداية معك أستاذ معن، لو بدنا نتحدث عن بدايات القاضي الأرياني سواء في نشأته أو بدايته السياسية. في البداية يمكن القول أن القاضي عبد الرحمن الأرياني هو الرئيس أو الزعيم السياسي الوحيد الذي وصل إلى السلطة وأصبح رئيساً، وكان مؤهلا قبل أن يصل إلى الرئاسة للرئاسة بإجماع الآراء، لأن القاضي عبد الرحمن الأرياني كان أحد أبرز الشخصيات السياسية في اليمن منذ الثلاثينات، وهذا ما جعل التعامل معه حتى وهو معارض للإمامة متميز، حتى أنه شغل منصب وزير في عهد الإمامة بعد خروجه من السجن، وهذا الذي جعل حتى جمال عبد الناصر والأجهزة الأمنية ميزته من بين كل المحتجزين اليمنيين في القاهرة، ما فيهم شخصيات كبيرة وزعماء الحركة الوطنية مثل الأستاذ النعمان الذين وضعوا في السجن، باستثناء القاضي عبد الرحمن الذي كان وضع تحت رهن الإقامة الجبرية في القاهرة. وبالتالي مسيرة القاضي الإرياني السياسية والعلمية والاجتماعية كانت قد سبقت بكثير وصوله إلى السلطة بعد حركة 5 نوفمبر، وطبعا بعد ثورة 26 سبتمبر. والقاضي ينتمي إلى واحدة من أبرز الأسر اليمنية التي أنتجت عدد كبير وأبرزت عدد كبير من رجال الفكر والثقافة والسياسة في اليمن. ربما لا توجد أسرة أو الأسر التي أنتجت هذا القدر الكبير من القادة والسياسيين والمثقفين هي قليلة جدا، وحتى ابن القاضي عبد الرحمن الأرياني وهو أحد المجهولين للأسف الشديد في التاريخ السياسي اليمني المعاصر، هو أحد بناة أهم حركة سياسية في اليمنية في النصف الآخر من القرن العشرين، وأحد رموزها ورموز التيار السلمي فيها في الواقع. الأستاذ يحيى عبد الرحمن الأرياني كان أحد أعضاء النواة الأولى التي أسست حركة القوم العرب في اليمن، التي كانت قد تحولت لاحقا للجبهة القومية في الجنوب الذي قاد في الاستقلال، وفي الشمال كانت الفصيل الرئيسي في الحياة السياسية والنقابية طوال أكثر من 30 سنة على الأقل. نعم، إذن حدثنا أيضا عن مساهمات الإرياني الثورية في ثورة 48 و 26 سبتمبر أيضا. طبعا نحن نقيم الرجال والأحداث والحركات السياسية، نحاول أن نقف موقف نقدي من هذا التاريخ الذي هو تاريخنا جميعا. من أي ناحية؟ وإن كان من كل النواحي، وإن كان هناك شيء يعني يذكر في ميزات رجال الحركة الوطنية الأوائل، رجال حركة التنوير في اليمن، هو الميول السلمية والقابلية الكبرى للحوار، وهذا أمر كان يميز القاضي الأرياني ورفاقه، لكن هذا لا يمنعنا من معرفة الحدود التاريخية الحقيقية التي مرتبطة في الواقع بالانتماءات الاجتماعية لهذه النخب ما يمكن أن يسمى بالجيل الأول من الأحرار. هذا الجيل كان يتمتع بوعي أفضل من الجيل اللاحق من قادة الحركة السياسية الوطنية، كان يتمتع بوعي عميق بطبيعة الإشكالات الاجتماعية وطبيعة تأثيراتها، ما جعله أكثر تحفظا ومحافظة في محاولة تجاوز هذه التشكيلات الاجتماعية العميقة. نعم، إذا لو يعني لو نتحدث بداية أستاذ معن، يعني قبل أن ننتقد مثلا الفترة التي حكم فيها القاضي الإرياني، يعني الظروف التي وصل إليها الرئيس الإرياني. أنا سأبدأ بس يعني فقرة صغيرة. نعم. قبل الوصول لثورة 26 سبتمبر التي كان طبعا أحد المعدين والقادة البارزين فيها. نعم. هناك مرحلتين تقييم مرحلة الأحرار، هي المرحلة السابقة على ثورة 26 سبتمبر والذين لعبوا فيها الأحرار دورا مهما في التنوير خصوصا بعد انتكاسة ثورة 48، وكانت الخيارات بين هذه التيارات بين من يريد أن يذهب باتجاه العمل
نحو تأسيس أكثر جذرية، وكان الميل العام الذي يشكله والقادة البارزين في حركة الأحرار مثل القاضي الرياني والقاضي الزبيري والأستاذ النعمان هو محاولة دعم طرف كان يعتقد أنه الأفضل ضمن الأسرة الإمامية، وحتى في محاولة لتعميق الشروخ بين أطراف الأسرة الإمامية، وطبعا كان خيار القاضي الرياني والأستاذ النعمان هو دعم البدر في صراعه مع عمه الحسن، وبالتالي كان القاضي الإرياني من الداعمين والمروجين لفكرة ولاية العهد التي أيضا شكلت مسمارا في وحدة الأسرة الإمامية، ولكن أيضا بأوهام أن البدر يمكن أن يحدث إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية تفيد البلد. مع انطلاق ثورة 26 سبتمبر التي ساهم في تأسيسها والذي أصبح أحد وزراء أول حكومة تشكلت فيها، لعب القاضي الإرياني دور مهم في أنه كان نقطة التقاء، لأنه كان رجل حوار ويستطيع أن يتواصل مع كل الأطراف، وبحكم تاريخه وعلاقته الشخصية مع كل الأطراف وبالمقارنة مع الرئيس الراحل المشير السلال، نستطيع أن نرى هناك البعد الاجتماعي لشخصية، وإن كان قد أصبح في يوم من الأيام قائد الحرس البدر وأحد كبار الضباط، ولكنه ينتمي إلى صفوف الشعب وهو أحد أبناء المواطنين الذي ينتمي لفئات شعبية، مقارنة بالقاضي الإرياني الذي ينتمي إلى أحد أبرز أسر القضاء في اليمن. هذا البعد الشعبي الذي جعل السلال ينتمي إلى اليسار الجمهوري ويذهب في تحالف مفتوح مع المصريين رغم كل الانتقادات التي يمكن أن توجه للدورة الأجهزة المصرية في اليمن، بينما كان التيار التقليدي للأحرار ممثل بالأستاذ الرياني والزبيري والنعمان عندهم قدرة على التصالح والتفاهم مع القطاعات معينة من النظام القديم باستثناء بيت حميد الدين، وبالتالي لعبوا دور محافظ في الواقع، ويمكن اعتبارهم منذ بداية الثورة أنهم شكلوا اليمين الجمهوري. نعم. وهذا طبعا له علاقة بالبنية الاجتماعية وليست فقط بالإرادات الشخصية للأفراد. نعم. إذن يعني هل نستطيع أن نقول أن هناك مآخذ كانت على فترة رئاسة الإرياني والتيار المدني الذي كان ربما يعني ينتمي إليه حينها؟ في البداية هي المسألة تتعلق بالصراع الذي حدث، إضافة إلى الصراع بين المعسكر الجمهوري والمعسكر الملكي، كان هناك صراع داخل المعسكر الجمهوري على خيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية. نعم. وبالتالي المسألة انتهت أن هذا الصراع يتعمق، وبعد هزيمة 5 حزيران وانسحاب مصر من المنطقة وانسحاب الجيش المصري، القطاعات التقليدية في الدولة اليمنية وفي الجيش والمشايخ وأبناء الوجهاء نستطيع أن نقول شكلوا تحالف وقام بحركة عسكرية انقلابية على الإمام على المشير الزعيم السلال، وهذه الحركة التي أخذت شكل انقلابي وإن كان سلمي بحكم أن الرئيس السلال كان في العراق وقتها، أوصلت مجلسا جمهوريا برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي لم يكن أحد يشكك في أهليته للرئاسة، لكنه أتى على رأس تحالف محافظ مكون من القطاعات العسكرية كبار القادة العسكريين الذين لعبوا دورا سلبيا في وقتها وحتى في الحصار عندما تخلوا عن الدفاع عن صنعاء، ومشايخ القبائل بالأساس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وبشكل محدود الإخوان المسلمين الذي كان وقتها تيارا صغيرا، وقطاعات الأبناء الوجهاء مثل القضاء والأسر الهاشمية باستثناء الحضرة الذي كان موجود على بيت حميد الدين. نعم. إذن ينضم معنا فيها. نعم. تفضل. ينضم معنا في هذا الحوار الأستاذ عبد الباري طاهر الكاتب من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الباري. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ عبد الباري. طرح الأستاذ معن وهو ضيفنا عبر سكايب معن دماج بعض يعني الملحوظات على شخصية الإرياني بشكل عام، ربما يعني هو
أنه يعني كان لديه قدرة على التصالح كما قال الأستاذ معن مع الإمامين باستثناء بيت حميد الدين، وهذا تيار كان يشكل التيار التقليدي أو التيار الجمهوري كما أسمى اليمين الجمهوري، يعني مع الزبيري والنعمان أيضا كان الرجل حوار وله علاقته الشخصية مع كل الأطراف، يعني ربما كان يؤخذ عليه أنه كان من الداعمين للبدر، مما يعني أنه كان يدعم ولاية العهد في صراعه في صراع البدر مع عمه الحسن. ما رأيك بهذه الملحوظات؟ طبعا القاري عبد الرحمن الرياني لابد أن نقرأه في زمانه، نقرأه في مكانه، نقرأه في الظروف التي نشأ فيها. نعم. القاضي عبد الرحمن عالم دين مستنير، كان مع حركة الأحرار، يعني كان مع دعوات الإصلاحية التي تبناها الأحرار، تأسس وكان عضو قيادي في جمعية الإصلاح التي تأسست في منتصف الثلاثينات في إيه، وكان طبعا كعالم دين يعني يدعو إلى الإصلاح إلى الاستنارة شأن الأحرار اليمنيين. والقاضي عبد الرحمن الرياني وقف منذ البداية ضد الظلم وضد الاضطهاد وضد ممارسة الأسرة، أسرة بيت حميد الدين. ولديه من القصائد يعني من الشعر ومن المواقف ومن البيانات الأدبية ما يعزز هذا الاتجاه، يعني يقول للإمام أنصف الناس من بنيك وإلا أنصفتهم من بعدك الأيام. نعم. وأيضا في 61 وقف ضد تكفير الإمام تكفير جمال عبد الناصر الذي كان يريد الإمام أحمد والعربية السعودية وكثير من الإسلام السياسي والأنظمة العربية المعادية للزعيم العربي جمال عبد الناصر، رفض تكفير عبد الناصر على قصيدته يعني نصيحة تهدى إلى كل العرب. وأيضا القاضي عبد الرحمن الرياني اعتقل في 48 في اعتقالات منتصف الثلاثينات على جمعية الإصلاح في إب، اعتقل في 55 وأنزل إلى الميدان منذ اليوم الأول، وقف إلى جانب الثورة وكان يرشح من قبل أطراف معينة رئيس للجمهورية، ولكنه رأى أن الطرف الذي قاد الثورة وهم تنظيم الضباط هم الأساس في الثورة. وظل القاضي عبد الرحمن الرياني لديه مواقف في الأحرار ولكنها تتسم أيضا بالاعتدال، تتسم بعدم الحدية والمواجهة. وأهم شيء يعني يمكن يؤرق للقاضي عبد الرحمن أنه رفض يعني كان يعني ضد الحرب وكان لديه موقف يعني ضد المواجهة مع الجنوب مع الحركة الوطنية، ويعني عندما فرض عليها الموقف في 74 في 13 يونيو قال لهم لن أتمسك بالسلطة ولن أقبل أن يسفك قطرة دم واحدة من اليمني في سبيل بقاء للسلطة، وغادر السلطة. وكان هذا نموذج طيب جدا نفتقر إليه حتى اليوم في حياتنا في اليمن. صحيح. أستاذ عبد الباري، يعني في عهد القاضي عبد الرحمن تم انتخاب أول مجلس شورى، صيغة أول دستور يمني حديث عهدي، أيضا بدأ التفاوض حول الوحدة اليمنية وأسسها من خلال اتفاقتي القاهرة وطرابلس التي وقعتا بين شطري اليمن آنذاك. يعني ربما كان هو يعني كما يقال أول رئيس أيضا مدني. هل في عهد الإريان نستطيع أن نقول أنها تشكلت نواة لدولة مدنية كان يمكن أن تنشأ؟ طبعا هو بالنسبة للقاضي ومجموعة من الأحرار كانوا ضد العسكر وضد عسكرة الدولة وكانوا مع الاتجاه المدني ومع الانفتاح بمستوى معين، ولذلك يعني في حرب يعني في اتفاقية الحدود في 72 القاضي رفض يوقع عليها، وفي الحرب 72 يعني في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس كان موقف القاضي عبد الرحمن لصالح اتفاقية الوحدة ولصالح عدم الدخول في الصراع، برغم أن الأطراف القوية مراكز القوى المشيخية العسكرية العسكريين السياسيين الانتهازيين كان وراء التصعيد مع الجنوب وراء الحرب مع الجنوب، ولكن القاضي كان شوكة ميزان ويلعب دور في التهدئة وفي عدم المواجهة بين الشمال والجنوب. وكان طبعا القاضي من الناس الذين
يعني دائما كان يوقف ضد الحرب وضد الإجراءات الانتقامية والإجراءات التي تتم ضد الشباب. وإن كان طبعا القاضي لابد أن يدرك أنه هو رئيس الجمهورية لم يكن الطرف الحاسم في النظام، كان الطرف الأقوى المشايخ، الطرف الأقوى كبار الضباط، الكبار الأقوى نفوذ السعودية في اليمن، والقاضي كان يعني يمثل نقطة اعتدال في هذا الصراع. نعم أستاذ عبد البر، يعني كما يعني نلاحظ أن هناك يعني تعد شخصية القاضي عبد الرحمن الإرياني شخصية مغمورة وهي شخصية سياسية مهمة، وهذا ما أكده الأستاذ معن دماج. يعني مذكرات القاضي المنشورة على جزئين، يعني نسمع أن هناك ربما جزء ثالث ورابع، لما لم ترى النور حتى الآن رغم أهميتها في يعني التاريخ للعمل الوطني منذ بداية القرن الماضي وحتى قيام الجمهورية؟ الشخصية الثالثة؟ لم أفهم السؤال، لم أفهم العقل. يعني تعد شخصية القاضي عبد الرحمن شخصية مغمورة وهي شخصية سياسية مهمة، ولكن يعني لم نجدها في كتب التاريخ، في كتب المدارس، على مستوى شعره، على مستوى إسهاماته في الثورة. يعني حتى الكتابين أو الجزئين التي هي مذكرات القاضي يقال أن هناك جزء ثالث ورابع لم يريا النور، لماذا برأيك؟ يعني أنا لا أعرف، لكن أنا عارف أن 3 مجلدات من مذكرات القاضي عبد الرحمن الإرياني نزلت. إذا كان هناك شيء مخفي لا أعرف أنه شيئا، لكن القاضي عبد الرحمن الإرياني أيضا واتجاه القاضي عبد الرحمن الإرياني، اتجاه المعتدل، اتجاه المستنير في حركة الأحرار الذي مثلها القاضي عبد الرحمن الإرياني، مثلها النعمان، مثلها مطيع دماج، مثل عشرات من الأحرار المستنيرين، علي ناصر العنسي، هذا الاتجاه، الاتجاهات يعني المتطرفة، الاتجاهات التكفيرية، الاتجاهات التخوينية هي التي شهدت. القاضي الإرياني لم يكن مع التخوين ولا مع التكفير، وأيضا نفس الطريقة الأستاذ النعمان، مطيع دماج، علي ناصر العنسي الذي شهدت الاتجاهات المتطرفة. وعلي عبد الله صالح استخدم هذه الاتجاهات وكانت حصان طروادة في قمع يعني حركة الاستنارة، التفتح، التسامح، التعايش، وساد التخوين والتكفير، وهو الذي أسس للمرحلة التي نعيشها اليوم. القاضي عبد الرحمن الإرياني كان بعيد حقيقة عن هذه الأجواء، وكان دائما عندما يتعرض الشباب للاعتقال، يتعرض الحزبيين من اليسار أو من القوميين، كان دائما يكون موقفه إلى جانب يعني الإنصاف، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين، ولم يكن دائما مع التشدد. مسألة غيابه من المناهج الذي شاد في المناهج التربوية، في خطاب المسجد، في خطاب الإعلام، في الخطاب السياسي، هذا الخطاب الذي امتد وتغول وأصبح كارثة على البلد، وهو اتجاه التخوين والتصفيق والتأثيم والتكفير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري طاهر الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ أمان. طرح أكثر من مرة الأستاذ عبد الباري طاهر أن القاضي الإرياني لم يكن مع التشدد، ولكن ربما يعني أخذت عليه هذه النقطة، كما أخذ أنه كان متساهلا مع الإمامين العائدين، الملكين العائدين الذين رجعت بهم اتفاقية 5 نوفمبر. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أسمع إجابتك بعد الذهاب لهذا الفاصل القصير. اهلا بكم استاذ عبد استاذ معن عفوا. يعني كنت سالت قبل الفاصل عن شخصيه القاضي الإرياني التي ربما يعني وسمت بانها لم تكن متشدده، وهناك من اخذها عليه بانه ربما تساهل مع الملكيين العائدين الذي اعادتهم اتفاقيه 5 نوفمبر. هل تتفق مع هذه النقطه؟ والله الميل التسامح والحوار عند القاضي الإيراني كان ميزة، أما فهم مسألة عودة الملكيين بعد الصلح، طبعا بعد شهور وفترة من حركة 5 نوفمبر، فهو يفهم في أول شيء مشروع السياسي لحركة 5 نوفمبر وطبيعة التوازنات الاجتماعية اللي أنتجها هذا الانقلاب، وأيضا ميزان القوى الذي تشكل بعد هزيمة 5 حزيران في المنطقة العربية بشكل عام.
كان هناك ميل للتصالح بين عبد الناصر والملك فيصل، بين السعودية ومصر، نعم وبالتالي هذا هو الإطار العام للتصالح مع الملكيين. لكن المسألة أبعد من ذلك. من ناحية لابد من تسجيل الموقف الحقيقي للقاضي الإيراني، أنه في مؤتمر حرام كان رافضا إلغاء تسمية الجمهورية مع نعم اقتراح التسوية صحيح بأن تتحول إلى دولة إسلامية، لا جمهورية ولا ملكية. ومن ناحية أخرى أن مجموعة قادة حركة الأحرار الباقين من ناحية صراعهم مع الإمامة ومع بيت حميد الدين، ومن ناحية أخرى الفزع الشديد الذي تولد في نفوسهم مع كبار الضباط والمشايخ من نشوء الحركة السياسية الوطنية الجديدة ومشاريعها القومية والوحدوية والاشتراكية، والتي أثارت الذعر في نفوسهم، مما جعلهم أكثر ميلا للتفاهم والتصالح مع قوى اجتماعية هي قريبة من البيئة الاجتماعية والفكرية والسياسية لهم. هذا أحد الدوافع في الواقع الذي جعل القاضي ومجموعة الأحرار يذهبون باتجاه التصالح، إضافة إلى الشرق الإقليمي. نعم لكن القاضي الإيراني في الواقع حتى مع دخول الملكيين العائدين في صلب الدولة، القاضي الشامي كعضو مجلس رئاسة بمجلس الجمهور الذي تشكل برئاسة القاضي عبد الرحمن، كان يميل إلى استيعاب الملكيين واستبعادهم لاحقا، استبعادهم أولا من المجلس الجمهوري لإلغاء المجلس الجمهوري وتحويله إلى رئاسة. هذا ما جعل الملكيين وممثلهم الشامي يخرجوا من رئاسة المجلس الجمهوري ومن رئاسة الدولة وأيضا من الوزارة في مرحلة لاحقة. المشكلة لا تتعلق بهذا المستوى، لأن موقف القاضي الإيراني كان موقفا سياسيا مرنا، ولكنه كان محافظ على الطابع الجمهوري أولا وأخيرا، لكن كان يتعلق بالمضمون الاجتماعي للجمهورية بعد حركة 5 نوفمبر. تحولت الجمهورية إلى أشبه بنظام الإمامة لكن بلا إمام. نعم نفس البنية الاجتماعية تم المحافظة عليها مع نقل مركز القوة فيها إلى أبناء الوجهاء بشكل عام، بالذات مشايخ القبائل، مع الأسر الهاشمية الكبيرة، مع القادة العسكريين الكبار، ومع بروز برجوازية تجارية تشكلت وبدأت تنمو على حساب القوى الأساسية لجمهور ثورة 26 سبتمبر من الفلاحين والقبائل والطلاب وصغار الجنود. هذا هو الخلاف الأساسي كان مع القاضي عبد الرحمن. أما موقفه هو من الجمهورية فهو أحد بناتها وأحد أعمدتها في الواقع. الصراع كان كل الصراع على المضمون الاجتماعي والسياسي لهذه الجمهورية. أما موقفه بعد التصالح مع الملكيين فهو كان موقف مرن، لكن باتجاه استيعاب الملكيين أولا العائدين ثم استبعادهم. لكن ميزان القوى في الدولة كما أشار الأستاذ عبد الباري طاهر فعلا لم يكن هو الطرف الأقوى داخل نظام الحكم. كان مركز السلطة وقتها هو في قيادة الجيش الذي كان قائد الجيش وقتها الفريق العمري، هو رئيس الوزراء في نفس الوقت، وكان يشكل قطب النظام الأساسي مع المشايخ، بالذات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كان يرأس حينها مجلس الشعب الذي انتخب طبعا بطريقة بعضها نعم، يعني هل يمكن القول أستاذ وبعضها معالي؟ تقليدية في المناطق الريفية. نعم، هل يمكن القول أن هذه المرونة وعدم التشدد في طبع وحكم أو فترة حكم القاضي الإيراني هي ما جعلت يعني حركة التصحيح تقوم بالانقلاب الأبيض أو ما عرف بالانقلاب الأبيض عليه؟ هي في الواقع حركة التصحيح كانت تعبر على صراع طويل داخل نظام 5 نوفمبر. استطاع القاضي الإيراني استغلال بعض حتى المشاكل الهامشية والشخصية من إبعاد مركز السلطة وقتها والرجل القوي في النظام الفريق العمري، نتيجة يعني تورطه في جناية شخصية على أساس شخصي. ولكن الصراع مع المشايخ الذين كانوا يريدون أن يفرضون مع القادة العسكريين إرادتهم بالمطلق على القاضي عبد الرحمن بما فيها في القضايا الكبرى، كان قد تصاعد، وكان قد تلقى القاضي الإيراني
ما يشبه بالإنذارات المتكررة من المشايخ، بالذات عبد الله بن حسين الأحمر وسنان أبو لحوم، تجعل بقاؤه في السلطة يعني لا يمكن أن يستمر إلا بمعركة كبيرة كان هو من ناحية يتجنبها ولم يكن يمتلك أدواتها، رغم أن القاضي الإيراني كان قد جعل أحد أبناء أخيه وهو والعميد وقتها واللواء محمد الإيراني قائدا للجيش، لكن نفوذ الإيراني محمد لم يكن بالقوة تلك، وبقى مركز السلطة بعد انقلاب 5 نوفمبر في ألبية ذات طابع قبلي تنتمي إلى مناطق وقبائل معينة وتخضع لسيطرة قادة عسكريين قبليين. أساسا وقتها كان عبد الله بن حسين الأحمر ومجاهد أبو شوارب في حاشد وبيت أبو لحوم من بكين، وبالتالي لم يكن يمتلك حتى الأدوات وليس فقط الرغبة والإرادة لخوض هذا الصراع، وكان قد تشكل مركز قوة جديد من العقيد وقتها أو العقيد وقتها إبراهيم الحمدي الذي كان قد شغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الأركان ورئيس الأركان، وتحول إلى أشبه بالناطق العسكري للقوة المسلحة، واقترح التسويات والصلح والإصلاحات داخل المؤسسة العسكرية منذ بزاغ نعم. الأجمل، منذ أن كان سكرتيرا عسكريا للفريق العمري، وكان أشبه بالتسوية، وبالتالي أنا أتصور لم يكن هناك أي مجال لخوض الصراع من أجل السلطة، وكان الحل الوسط الذي ربما أراد من خلاله القاضي الإيراني توريط القادة العسكريين والمشايخ بشخصية إبراهيم الحمدي الذي كان يعرف أنه لن يخضع لهم لفترة طويلة، وهذا ما تم بالفعل. نعم، إذا ينضم معنا أيضا الصحفي نجيب اليافعي عبر الهاتف من الدوحة. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا وسهلا. ما الذي يمكن أن تقوله أستاذ نجيب في ذكرى وفاة أحد مؤسسي الجمهورية والعمل الوطني القاضي الإرياني؟ والله من أراد أن يعرف تاريخ اليمن في القرن العشرين وما حصل من صراع خلال هذه المرحلة وما حصل من عودة للإماميين والهاشميين العنصريين خلال هذه المرحلة وكيف عادوا بشكل سريع الى الواجهه من جديد، فعليهم ان يقرأوا مذكرات القاضي عبد الرحمن العرياني الذي كتب مذكراته بخط دمه، وكانت من اهم وافضل ما كتب عن تاريخ اليمن في القرن العشرين. القاضي العرياني يمكن القول انه هو كان ضمن الحركه الوطنيه التي سعت الى تاسيس دوله حديثه تقوم على ابعاد الكهنوت الديني الذي خيم وسيطر على شمال اليمن لفترات لم تكن بالسهلة، وبالتالي القاضي الإيراني كان يفهم الإمامة من داخل جذورها، وكان أحد من ساهموا في هدم المشروع الإمامي الذي استمر لفترة طويلة. يعني الذي لا يعرف تاريخ اليمن الحديث لا يدرك مدى صعوبة الحركة الوطنية ورموزها التي كان القاضي الإيراني أحد هذه الرموز حينما قاموا بهدم المعبد على رأس الإماميين، وكان على رأسهم أسرة بيت حميد الدين والأسر الهاشمية العنصرية التي كانت متواجدة في شمال اليمن. بالتالي القاضي الإيراني هو أحد الأعمدة، وللأسف الشديد أن الجيل فبراير بدأ في المرحلة الأخيرة يتذكر كل رموزه الوطنية، ولا شك أن القاضي الإيراني من أهم وأبرز الأعلام في تاريخ يعني اليمن الحديث. للأسف الشديد، يعني هل هذه نقطة سلبية أم بالعكس يعني أن هناك مجال لاستذكارها أو الرموز، خاصة أن هناك تغييب حقيقي في الفترات السابقة، يعني لا نجد المنتجات الأدبية والفكرية للقاضي الإيرياني ولا لرفاق الذين أسسوا الجمهورية، وربما أكثر من مرة يعني استضفناك في يعني حلقات عن هؤلاء الرموز، يعني لم تكن منتشرة هذه الإسهامات ولا معتمدة داخل المناهج الدراسية، لماذا برأيك؟ هو لا شك أن الإماميين وخصوصا الهاشميين العنصريين الذين تواجدوا في السلطة من بعد المصالحة الوطنية التي حصلت في نهاية 69 أو عام 70، لا شك أنهم أسهموا بشكل كبير في إخفاء وطمس معالم الحركة الوطنية التي تشكلت منذ صعود بيت حميد الدين إلى الحكم في شمال اليمن واستلامهم بعد أن غادر الأتراك عام 1918. وبالتالي للأسف الشديد بعد قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962 كان من أهم وأبرز وقتها الجمهورية أن
أن فكرة الجمهورية لم تتحول إلى مؤسسات ثقافية وفكرية ووطنية تقوم بحراسة الفكر الوطني الذي يستند إلى قيم الشعب العظيمة، وهي حكم الشعب نفسه بنفسه ودفن فكر الإمامة الذي كان للأسف الشديد يتمثل في نظرية الزيدية القبلية والأسرية. وبالتالي استمرت هذه الفكرة ولم يتم الاشتغال على هذه الفكرة بالذات، ورغم أن القاضي الأرياني ورموز الحركة الوطنية اشتغلوا في موضوع الثقافة وفي موضوع الفكر بشكل كبير جدا. القاضي الأرياني عندما كان في السجن عام 1948 بعد فشل الثورة ودخل مع رموز الحركة الوطنية واستمروا حتى عام 1953، كان وهم داخل السجون يحررون ويعيدون تأليف الكتب، وقاموا بتحقيق مجموعة أيضا من التراث وكتبوا مجموعة من أهم الأفكار من ضمنها من وراء الأسوار التي كانت من أهم وأبرز النقاشات الوطنية التي دارت في تلك الفترة. وكان من أهم الأفكار التي طرحها القاضي الأرياني أنه لا بد من تأسيس دولة في المناطق التي تكلم عنها، وهي المناطق الشافعية، وكان يقصد به هي إب وتعز والحديدة، حتى نستطيع تكوين حركة وطنية تسهم في تثبيت الدولة في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك تسهم في دفن الإمامة في شمال الشمال نظرا لتجذر الفكر الشيعي وحب أهل البيت هذه الفكرة السيئة التي تمركزت لفترة طويلة. وكان القاضي الأرياني يشعر أنه لا بد من هدم هذه النظرية من أساسها، كما كانت أيضا أفكار الحركة الوطنية. نعم. أستاذ نجيب، يعني بين رئيس يقول لا أرضى أن يسفك من أجل دم الدجاجة وهذه استقالتي، وآخر يقول فليذهب منهم مليون اثنين لا مشكلة، سنحارب حتى 11 سنة، اقتلوهم في كل مكان تجدوهم، كيف يمكن أن نضع مقارنة بين هذين الرجلين؟ هو للأسف الشديد لا يوجد مقارنة، لأن القاضي عبد الرحمن الأرياني كان أحد رموز العلم في اليمن، بل وحتى في المنطقة، كان شاعرا وكان علامة وكان فقيه وكان أديب وكان قاضيا، وكان أحد رموز العلم وأحد رموز الحركة الوطنية وأحد أبرز المفكرين إذا تكلمنا عن قيادة الحركة الوطنية، التي كان أبرزها الأستاذ أحمد النعمان والقاضي محمد محمود الزبيري وبقية رفقائهم الذين كانوا في الشمال أو في الجنوب. لا يمكن المقارنة بين هذا وبين المتخلف علي عبد الله صالح الذي كان عسكريا بليدا، وللأسف الشديد أنه مستعد لأن يحرق البلد، وهو أيضا صاحب نظرية أنه سيدخل اليمنيين في حرب من طاقة إلى طاقة، وهذا للأسف الشديد هم دائما العسكر عندما يتسلطون على حكم الدولة، وهذا نموذج إمام الله لأنه كانت لديه عقدة نقص كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالعلم والتعليم، لأنه لم يتعلم ولم يتفقه، ولذلك وجدنا كيف يحقد على كل اليمنيين وبالذات المتعلمين، وجدنا كيف كان يحقد على الدكتور عبد الكريم الأرياني وكيف كان يهينه في كثير من المحطات رحمه الله، رغم أنه وقف إلى آخر لحظة، وهو كان ضد الإماميين وضد المتخلف علي عبد الله صالح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي نجيب اليافعي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. أعود إليك أستاذ معن، وأعود إليك من خلال السؤال الأخير الذي طرحته على الأستاذ نجيب، يعني برأيك إلى أي مدى هي المفارقة بين تخلي رئيس عن كرسيه بهذه البساطة وبهذه الروح، وبين آخر يعني يتحدث عن سفك الدماء بكل بساطة؟ يرجع المسألة الأستاذ نجيب إلى مسألة مكانة القاضي الإرياني العلمية والأدبية والدينية أيضا، وجهل الآخر بكل الأمور، ما رأيك؟ والله عشان نفهم الفرق، المسألة تتعلق بسياق اجتماعي وسياسي وطبيعة الأنظمة. نعم. ليس منها الجهل أو المعرفة، نرى كثيرين من المتعلمين وحملة الشهادة العليا من مؤيدي الطغيان والاستبداد أو حتى مستبدين وطغاة. المسألة متعلقة بطبيعة النظام وبطبيعة الشخص وبسياقات اجتماعية كثيرة. نظام القاضي وخلفيته القانونية، فهو بالأخير رجل قضاء ورجل يعني العدالة، وفكرة العدالة مهما كانت محدودة، فكرة العدالة التقليدية لدينا تختلف طبعا عن شخص مغامر. مسألة تتعلق بأنه جاي من فئة شعبية ولا بمستواها العلمي، رجل مغامر أتى من قاع المجتمع
وبواسطة الجريمة وصل إلى السلطة، وبواسطة الجريمة والإفساد والفساد استمر في السلطة وراكم يعني عدد كبير من الضحايا ومن الجرائم الذي تجعل خروجه من السلطة مستحيل، لأنه لا يمكن أن يخرج منها إلا لينال العدالة، ليعاقب على جرائمه السياسية والمعنوية والأخلاقية في حق مئات وآلاف الضحايا بشكل مباشر أو ضحاياه السياسيين وهم ملايين الشعب اليمني. أنا أتصور هذا هو القصة، طبيعة الأنظمة العسكرية التي تكونت حول الطاغية في الحالة اليمنية، هو إضافة إلى ذلك مغامر مجهول أتى من قاع المجتمع وبسكينة كما كان يعبر عن نفسه، صعد إلى السلطة بسكين وبالغدر، وبالتالي هذا جزء في فهم طبيعة النظام وفي طبيعة الشخص. مسألة الوسط الشعبي التي أتى منه إلى مستوى العلمي ليست مهمة على الإطلاق في هذا السياق. نعم، إذا أستاذ معن، يعني ونحن نسترجع هذه الهامات الوطنية من فترة لأخرى، ويعني نقرأ التاريخ خاصة يعني منذ ثورة 2011 هناك عودة حقيقية لتاريخ الجمهورية الحديث. أستاذ يعني كيف يمكن أن نستشف من هذه الروح التي انبثقت كالقاضي الإرياني وغيره من الزعماء الذين يعني كان لديهم روح وطنية حقيقية لبناء دولة مدنية، ونسقطها على الواقع أن بعد كل هذه الحروب التي تخوضها اليمن لأجل دولة مدنية حقيقية ربما يظهر رجل يؤمن بهذه القوى، يؤمن أيضا بقيم ثورة 11 فبراير ليعيد هذه التشكيلة من جديد؟ هو طبعا ضمن ما أحدثه ثورة فبراير هو الميل للتنقيب واكتشاف التاريخ اليمني وإحياء رموزه والبحث عن الحقيقة وعن المعرفة وعن الشخصيات والرموز، لكن هناك فرق بين الطابع العاطفي والإحياء لهذه الشخصيات والميل للتمجيد ورؤية الخير كل الخير في الماضي في مقارنة بالحاضر الأسود، وبين المعرفة الحقيقية بظروف وشروط وحدود تلك الشخصيات التاريخية والأحداث التاريخية ومعرفتها كما هي. من ناحية كما أشار الأستاذ عبد الباري، كان القاضي ومجموعة الأحرار ضد حكم العسكر، لكن ليس في سبيل مدنية أو دولة مدنية، ولكن في سبيل فكرة عن التراتبية الاجتماعية تجعل السلطة بيد أدنى الناس أدنى الوجهات بين قوسين كما يفهمون وكما يتصورون. بالتالي شهدت مرحلة القاضي الإرياني فكرة تجريم الحزبية والمقولة الشهيرة التي تنسب للقاضي الإرياني وصاحبها فعلا، أن الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالخيانة. فكرة تسليط مجموعة من أبناء الأسر التقليدية من المشايخ والقضاة والهاشميين على عموم الشعب واعتبارهم الممثلين الطبيعيين للمواطنين. مسألة أخرى تتعلق بالفارق في الواقع بين النزعة الوطنية والمشروع الوطني اليمني الحديث، وهو مشروع حديث نشأ منذ 50 أو 60 سنة في أربعينات وثلاثينات القرن الماضي، الذي هو الفكرة الوطنية اليمنية الحديثة التي تتعلق بشروط العصر بالمواطنة بالمساواة أمام القانون بالحرية، وبين الأفكار التي كانت تمثلها في العادة مجموعة أسر قضاء من بينهم بيت الإرياني بيت الحجري بيت الأكوع، وهو النزاع في شكله التقليدي بين النزعة القحطانية والنزعة العدنانية أو بين القحطانيين والهاشميين. هذه فكرة كانت تشتغل عليها القضاء لأنها كانت متعلمة وتنافس على السلطة، بينما عموم المواطنين لا يستطيعون ذلك، وهي تختلف جذريا لأنها تنتمي للعالم القديم العالم العصور الوسطى عن فكرة الوطنية اليمن الحديثة التي تتحدث عن مواطنين يمنيين متساويين على أساس المواطنة والحرية والمساواة، والتي ارتبطت بأفكار أخرى مثل الوحدة العربية والقومية العربية والاشتراكية والديمقراطية. وبالتالي التشابه في الشعارات لا تعني أن المضامين واحدة، هذا دون أن نتجاوز الإنجاز والقيمة التاريخية والإسهام الكبير للأحرار ومنهم القاضي الإرياني في بناء المسار الوطني الذي مهما كانت تعثراته لكنه
فتح اليمنيين باب العصر بعد أن كانوا يعيشون في الواقع في العصور الوسطى في عهد الإمامة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة التاريخية من تونس. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.